أرقام مضاعفة نسبة لأعوام مضت، ضحايا الجريمة المنظمة والتي باتت تستشري في المجتمع العربي كمرض لا شفاء منه، ما دعا قيادات المجتمع العربي إلى النفور بإعلان إضراب عام ومظاهرات حاشدة في عدة مفترقات في بلدان عربية. احنا في يعني مكان يعني جدا صعب، وللاسف يعني التوجه لا يبشر الكثير من الخير، ولكن المهم انه نحن كشعب واحد، واليوم موجودين من كل يعني اقطار شعبنا الفلسطيني، تنقول انه احنا كلياتنا موحدين ضد العنف وضد هاي الجرائم المستمره في شعبنا، ولن نصمت على هذا الوضع الموجود في مجتمعنا. اربع جرائم في غضون ساعات قليله وست ضحايا من المجتمع العربي، مشاهد لا يمكن للعقل تصورها بطرق حصول الجرائم وبشاعتها، وأجهزة الشرطة تعلن عن اعتقال 11 مشتبها، فيما يعتبر المجتمع العربي ما تقوم به الشرطة هو إبر تخدير لا أكثر، وأن المعتقلين سيطلقون دون أي تهم موجهة لهم في أيام قليلة. الإنسان أقام دول حتى تعنى بالخدمات الأساسية تبعته على رأسها، على رأسها الأمن والأمان. إحنا ما في عنا شعور بالأمان، إحنا اليوم في بيوتنا للأسف للأسف، وأنا بعرف كل الأهالي اليوم وأنا من ضمنهن، كنا نتناقش منذ الصباح ومن امبارح كمان استمر للصباح، شو مع أولادنا؟ يطلعوا من البيت ما يطلعوش من البيت؟ تقدرش تعرف شو السبب، لكن النتيجة معروفة، عدم شعور بالأمان، وممكن الضحية جاي يكون ابني، يكون ابن جاري، يكون كذا. فإحنا لازم نوقف هذا الشلال من الدم، وحقنا، ولازم نناضل ونطالب من حقنا حتى إحنا مع بعض. بعد الجرائم في الأيام الأخيرة أصبح واضح أن هنالك سياسة في الحكومة وفي وزارة يعني الأمن القومي عمليا لترك يعني شلال الدم في المجتمع العربي دون تحرك، وأمل أن حجم يعني هذه الخسائر الفادحة بالأرواح لدينا على الأقل أن تحرك المجتمع الدولي والمسؤولين الأوروبيين والمسؤولين على صعيد الأمم المتحدة للتدخل وإعطاء يعني هذا الضغط اللازم لحماية أقلية قومية أصلنا تعاني هذا التمييز وتعاني هذه السياسات الإجرامية من عناصر الإجرام، ولكن أيضا من السياسات الحكومية. ما بين كفر كنة ويافة الناصرة وجلجوليا وكفر قاسم، حزن يعم المجتمع العربي إثر الجرائم الأخيرة، وخوف من سؤال لا جواب عليه، أين ستقع الجريمة المقبلة؟ غضب كبير يعبر عنه المجتمع العربي إزاء جرائم القتل التي باتت تهدد حياة الأبرياء، فماذا يعني دخول مجرم لساحة بيت وقتل الأرواح وإطلاق النار بكل برود دون خوف أو قلق، إلا أنه يعلم أن فعلته هذه لا عقاب عليها، ما يعني أن لا جهة رسمية سواء الشرطة أم غيرها قادرة على إيقافه. خليل أديب، يافة الناصرة، لقناة مساواة.